تفضل عندك المشاركة. احنا قاطعناك والكلام كان عندك وخذنا في مشاركة خفيفة ما ودي اطول فيها لاني ودي بعض الاخوان برضو يشاركون ونسمع منهم. ففي قصيدة ايام كورونا مسلم غثنا الحظر وغثنا الجلسة في المنازل الله لا يعيد ان شاء الله ولا يعيد الشر. فكنا باقيين في المنازل ولكن الخيرة فيما اختار الله عز. نطلع وننزل مع أنها بصراحة كانت فيها جمال برضو. نعم صحيح. لأن كنا الأسرة كانت مجتمعة ما تخرج من البيت صدق. أبدا فكان تشوف أبنائك وأسرتك جميعا بعض الناس يا شيخ تعلم الطبخ وتعلم فقلت لي أبيات معارضة للقصيدة أبو البقاء الرندي اللي كلكم سمعتوها أتوقع اللي يقول لي كل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. الاقتباس من الجمال جمال. اقتبست هذا البيت وقلت قصيدة معارضة لهذه القصيدة ولكنها عن كورونا. يا سلام. فقلت لكل شيء إذا ما تم نقصانه صدق فلا يغر بطيب العيش إنسان. هذا بيت أبو البقاء. أبو البقاء الرندي. أي قلت أنا لكل حظر إذا ما تم نقصانه فلا يضيق بطول الحظر إنسان. الله أكبر. هي الصعاب إذا ضاقت بنا انفرجت والقلب يشجو ويسمو فيه إيمان. والليل يعقبه فجر يشع سنا يبدو فتبدو لنا في النفس أشجان. هي العيون كما شاهدتها فرحت من ساءه وطن سرته أوطان. يا سلام. أنتم تذكرون كيف وطننا كان وقف صحيح مع الشعب في هذه المحنة خصوصا المواطنين اللي كانوا خارج السعودية كيف تمت إعادتهم إلى الوطن. الحمد لله. فكانت وقفة الوطن يعني وقفة جميلة جدا مع الشعب يعني ولا بغريب هذا وطننا وهذا هذه حكومتنا. الله يعزه. هي العيون كما شاهدتها فرحت من ساءه وطن سرته أوطان. تعطر القلب بالأخبار يسمعها تبدل الحال والمحزون فرحان. لمثل هذا يهيم القلب من فرح ويستجيب له بالحمد أبدان. يا سلام. اللهم لك الحمد. فرجت الغمة وذهب المرض. اللهم لك الحمد. بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواهنا العسل. يا سلام. الله صحيح ما شاء الله. جنوب بشربه فصيح ونبط كلها هذا خارج ما فيهم حل. لا والله بصراحة قصيدة جميلة جدا ورائعة وفي محلها. كلكم والله جميل. أنا بصراحة القصيد كثير يعني ولله الحمد لله ولكني أبدع وأرى نفسي في الرثاء. أي